ومعز المجاهدين وقاهر الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الغر المحجبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني الكرام، أيها الأفاضل، يا عمار بيت الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في ساحات المسجد الأقصى محررين مطهرين بإذن الله، ثم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. إخواني الكرام، لن أطيل عليكم إن شاء الله، لكنها كلمات قليلة من أخيكم الصغير